حياة عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من الاتجاه شمالا. عاد من جديد او عاد الى الواجهة ملف المهاجرين او الهجرة غير المنتظمة بالتزامن الى اوروبا، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا. بحسب وزارة الداخلية الإيطالية فإنه وصل إلى الحدود الإيطالية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي حوالي 11,000 مهاجر. هؤلاء نصفهم من تونس والنصف الآخر من ليبيا. هل تتسبب جائحة كورونا في موجات استثنائية من الهجرة غير المنتظمة إلى أوروبا؟ وكيف سيتعامل الأوروبيون مع هذا الملف؟ أرحب بضيفي في استوديو الاتجاه شمالنا اليوم، الدكتور خالد حسن، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسة الهجرة. دكتور خالد، تحياتي لحضرتك. مساء الخير يا فندم، وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من الاتجاه شمالنا. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن هذه الموجة من الهجرة الاستثنائية أو النمط الجديد للهجرة مع الظروف الاقتصادية الجديدة أو المستجدة لدول جنوب المتوسط. ما هو التوصيف لهذه الموجة من الهجرة؟ طب عشان نوصل للتوصيف دوت ليتتبع الموضوع من خلال ما قبل كورونا على طول لغاية دلوقتي. احنا اكبر موجة هجرة ولاجئين كانت موجودة في 2015. طلع من منطقة شرق المتوسط وشمال افريقيا، اتجهت الى اوروبا، ايطاليا واليونان ودول اوروبا المطلة على البحر المتوسط. ووصل عددهم حوالي 1,000,000 وشوية من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين. ثم بدأت بعد كده هذه الموجة تقل وتنخفض تدريجيا. أكبر انخفاض حصل نتيجة الحدود المصرية أصبحت آمنة تماما بفعل لحلة مواجهة عمليات الإرهاب. تم تأمين حدود الشمالية كلها على البحر المتوسط، وبالتالي هي كان الهدف منها عسكريا لعدم ضمان أسلحة أو إرهابيين لشمال سيناء من ناحية، ولكن لها سهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء على ظاهرة الإتجار بالمخدرات أيضا. وبالتالي حسب أراء الهيئات الدولية اللي هم منذ 2016 وحتى الآن لم تخرج عدد من المراكب تتعدى أصابع اليد الواحدة، وتم إيقافها بسرعة في البحر المتوسط. فبالتالي لو بصينا على مصادر الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط هنلاقي اتقفلت من مصر، من مصر تماما، ولكنها ما زالت مستمرة من دول أخرى زي ليبيا، تونس، الدول الإفريقية عبر البوابة الليبية. بس بنقسم البحر المتوسط لثلاث منافذ للهجرة. من شرق المتوسط اللي طالع من سوريا واللي طالع، ودي عادة بتتجه إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، وغالبيتها لاجئين سوريين. النقطة الثانية اللي هي من وسط المتوسط اللي هي مصر وليبيا، قفلت تماما من مصر ولكنها ما زالت مفتوحة في ليبيا. ثم المنطقة الغربية اللي هي تونس والجزائر والمغرب والمحطتين الرئيسيتين من تونس لإيطاليا الأقرب، ومن المغرب لإسبانيا الأقرب لها. ما زالت النقطة النشطة في هذه الاتجاهات الثلاثة هي المنطقة الغربية من المغرب إلى إسبانيا ومن تونس وليبيا إلى أوروبا، سواء كانت اليونان أو إيطاليا. بدأت موضوع كورونا ابتداء يظهر بشكل كبير، هي بدأت من ديسمبر 2019، لكن وصلت لذروتها وانتشرت في دول كتيرة من العالم ابتداء من فبراير وعملنا عندنا من مارس لمصر. توافق مع هذه الجائحة انخفاض شديد وملحوظ في طيارات الهجرة غير الشرعية، لأن الموضوع أصبح غير آمن تماما للاشخاص اللي موجودين هم هنا في الدول في الدول الجنوب المتوسط، لان الاوضاع الجائحه كانت موجوده، الناس غير امنه على مستقبلها، غير امنه على ظروفها اليوميه، غير امن على اسرته وعلى افراده، ما بيفكرش في الهجره في الوقت الحالي الى ان تستقر الامور. بدات الامور تستقر بانخفاض اعداد الوفيات واعداد الاصابات في العالم كله بصفه عامه، ما عدا دول امريكا اللاتينيه وامريكا الشماليه. ولكن اوروبا انخفضت الاعداد بشكل كبير، انخفضت ايضا في الشمال الافريقي، يعني في مصر الحمد لله الانخفاض كبير، ليبيا عادات محدوده، تونس كويسه، المغرب الوضع استقر فيها. فبدات الناس تفكر في احتياجاتها الاقتصاديه، لان سبب الهجره غير الشرعيه الاساسي هو اسباب 85% من الاسباب الاقتصاديه. طيب وهنا يعني الدفعه اللي بتتحدث عنها الداخليه الايطاليه اللي هم ال 11,000 لاجئ دول، هؤلاء تحركوا للبحث عن مورد رزق جديد
لانه برضو الجائحه تسببت في مشاكل واعباء اقتصاديه. اذا كان بيهاجم قبل الكورونا لاسباب اقتصاديه ما اللي هي ارتفاع نسبه البطاله، انخفاض الدخول، مستوى الدخول، عدم توفر فرص عمل، قله الاستثمارات، هذه الامور تفاقمت اكتر بعد ازمه الكورونا، لان الدوله واجهت جزء كبير من امكانياتها الماديه لمواجهه الازمه، وبالتالي ده اثر على برامج التنميه والبرامج الاقتصاديه الموجوده في دول الجنوب، وبالتالي ازدادت الازمه حده وشده على الافراد، وبداوا عند الاستقرار الاوضاع بدا يفكر مره اخرى في الهجره الى الهجرة. اوروبا. توجهوا بالاساس او ال 11,000 الذين نتحدث عنهم الى الحدود الايطاليه. طيب ماذا فعلت ايطاليا؟ بينضم الي من روما السيد مهدي النمر، عضو رابطه الصحفيين الاجانب. سيد مهدي تحياتي لك. اولا، موجه المهاجرين او الهجره غير المنتظمه الاخيره التي تحدثت عنها الداخليه الايطاليه، كيف تعاملت او تتعامل ايطاليا معهم؟ يعني الموجة كانت إلى حد ما مرتقبة، ولكن هي أقل من السنوات الماضية كما نعلم، ولكن تأتي أيضا في ظروف معقدة، وهي يعني ظروف وباء كورونا ووجود يعني مصابين بين المهاجرين. بالفعل إيطاليا يعني خصصت سفينتين للحجر الصحي للمهاجرين الذين يصلوا إلى شواطئها. إيطاليا تتعامل يعني تتعاون وتحاول أن تفعل اتفاقيات سابقة، اتفاقية مالطا بالأساس لتوزيع المهاجرين على الدول الأوروبية. نتحدث هنا عن أصحاب اللجوء الإنساني أو الحاجة إلى الحماية، أما ما تصنفهم السلطات الأوروبية الإيطالية والأوروبية بالمهاجرين الاقتصاديين فالنية وجاري بالفعل يعني عملية إعادة ترحيل هؤلاء المهاجرين، ولكن بوتيرة ضعيفة. رئيس الوزراء بالأمس تحدث عن ضرورة تسريع يعني وتيرة إعادة المهاجرين الاقتصاديين إلى بلادهم. نعلم أن هذه أيضا مشكلة، لأن إيطاليا يعني أو إيطاليا أو أوروبا ليست يعني ليست لديها اتفاقيات لإعادة المواطنين مع عديد من الدول التي يعني يصلون منها يعني من دول الأصل، وبالتالي يعني نحن أمام ظاهرة تقليدية ولكن في ثياب جديد. طيب يعني هنا يعني في أكثر من نقطة. إيطاليا تصنف أو تقسم المهاجرين إلى فئات، من هم قادمون من دول حروب أو صراعات، ومن هم المهاجر الاقتصادي أو المهاجرون الاقتصاديون اللي بيمروا بظروف اقتصادية صعبة في بلدانهم. هؤلاء تقول إنه يعني في صعوبة في رجوعهم من جديد إلى دولهم. أولا، هل تم كشف هوية هؤلاء؟ لأنه عادة المهاجر ينكر الهوية الأصلية للدولة اللي جاي منها. هذا أمر. الأمر الآخر، هل تقوم إيطاليا بمفردها في هذا الأمر، ولا الاتحاد الأوروبي يتعاون معها لحل هذه الأزمة؟ يعني أولا هناك عدة أوجه للمشكلة. القضية أن الغالبية العظمى من المهاجرين الذين يصلوا إلى إيطاليا، وإيطاليا وأوروبا تعلم ذلك، ليست غايتهم أو الاستقرار في إيطاليا، بل ينتقلون منها إلى الدول المجاورة، خاصة ألمانيا وفرنسا. وسمعنا منذ أيام عن تسيير دوريات شرطية مشتركة إيطالية فرنسية على الحدود بين البلدين لمنع هذا التسلل إلى الحدود الفرنسية، وكذلك بريطانيا يعني فعلت إجراءات شبيهة تجاه الحدود أو الشواطئ الفرنسية. هذا أما من الناحية يعني ناحية تحديد الهوية، بالفعل يعني منذ سنوات ومنذ يعني بروز هذه الظاهرة هناك مراكز تسميها السلطات الإيطالية، تغير أسمائها من حين لآخر، ولكن هدفها هو تحديد هوية المهاجرين الذين عادة كما أشرتم يعني يبدلون من جنسياتهم، ولكن في النهاية يتم إلى حد ما يعني تحديد هوية هؤلاء المهاجرين، لأن هناك
يعني يتعاون مع الشرطة الإيطالية ومع السلطات الأوروبية، مواطنين من أصول أجنبية يعني يستطيعون التمييز بين هؤلاء المهاجرين. المشكلة هي كيفية إعادتهم، يعني سواء من الناحية المادية لأن ذلك له تكاليف مالية عالية، ومن الناحية الأخرى هي قبول الدول الأخرى لاستقبال هذه يعني هؤلاء المهاجرين الاقتصاديين. التصنيف المهاجر الاقتصادي يقصد أنه الذي يهاجر لأغراض اقتصادية، الذي يسعى إلى تحسين يعني ظروف حياته وليس الذي يسعى إلى وضعه الاقتصادي يعني. طيب ابقى معنا سيد مهدي، أعود إلى ضيفي دكتور خالد حسن. الموقف الأوروبي، لأنه بالعودة إلى الوراء لما زادت موجة الهجرة من مناطق مختلفة زي ما حضرتك تفضلت وأسهبت في الموضوع ده، فشلوا في التوصل إلى اتفاق موحد. الحديث كان على اتفاقية مع تركيا بخصوص من هم قادمون إلى أوروبا من سوريا، يعني عبر البوابة التركية، وكان في حديث واتفاق لم ينفذ على موضوع الحصص، وأن كل دولة تتحمل جزء من هؤلاء، بالإضافة أنه في دول امتنعت عن المشاركة في هذه الاتفاقية زي النمسا وزي المجر وزي بولندا. الآن كيف هو موقف الهجرة غير المنتظمة بالنسبة كملف بالنسبة للاتحاد الأوروبي؟ الملف أصبح الوضع دلوقتي أكثر خطورة، لأن هو إذا كانت الأول الهجرة غير الشرعية بتهاجر إلى أوروبا بغرض العمل والمكاسب الاقتصادية، كانت الأول بتمثل أعباء على سوق العمل الأوروبي سواء كان إيطاليا أو اليوناني أو أي دولة ما، عمالة سائبة غير محددة هويتها، قد يرتبط معها تجارة المخدرات، تجارة الإتجار في البشر، الإرهابيين قد يتدخلوا في هذا الشكل. أصبحت الهردة أيضا تزيد على هذه المشاكل وجود بعض الأفراد المصابين بالكورونا، والتي قد من الممكن أن تعيد القارة مرة أخرى لموجة أخرى من الإصابات. فبالتالي التعامل الآن أصبح بعد ما كان الأول احتوائهم وحفظهم في أماكن إيواء معينة إلى أن يتعرفوا على هويتهم، أصبح الآن في تكلفة وعبء أكتر طبي اللي هو الكشف على هؤلاء الأفراد والتأكد من خلوهم من الأمراض أولا قبل اتخاذ أي إجراء معهم. فأصبحت العملية أكتر تعقيدا وأكتر انفاقا وأكتر تكلفة مالية. بجانب ذلك اللي احنا ممكن نسمع على العملية إيرينيا التي يشارك فيها 20 دولة أوروبية حاليا، واللي خرجت لسه غواصة بحرية من ألمانيا هتصل إلى منتصف، الهدف منها حماية الشمال الأفريقي من تجار السلاح اللي بيوردوا السلاح لليبيا، وفي نفس الوقت حماية أوروبا من تيارات الهجرة غير الشرعية التي بدأت أن تنتشر في الفترة خلال يعني الأسبوعين الثلاثة اللي فاتوا. بدأت فعلا تيارات الهجرة غير الشرعية تبدأ تزاول نشاطها وبالمرة الأخرى. وبالتالي الموقف دلوقتي هو هذه العملية إيريني اللي هي البريجات اللي بتمر في البحر، الهدف منها منع وصول هذه القوارب والمراكب إلى أوروبا وإعادتها من البحر مرة أخرى. بس من الواضح أن عملية إيريني يا دكتور ما نجحتش في موضوع الهجرة، أتحدث عن موضوع الهجرة، ولا حتى السلاح برضو قابلها بعض الإشكاليات يعني. احنا شايفين تركيا وصلت من المراكب التركية، لكن عشان هو السلاح مش موضوعنا. بالنسبة للهجرة، طيب عملية إيريني كانت فين لما 11,000 مهاجر وصلوا للحدود الإيطالية؟ أنا مع حضرتك، اللي هي العملية ليست محكمة تماما على الشواطئ بالنسبة لطيارات الهجرة غير الشرعية، لأن قد يكون الهدف منها هو عسكري أكتر منها، ولكن قد يكون من المنافع الإضافية لهذا التواجد هو منع طيارات الهجرة إذا ما تصادف، يعني وجود المركب معه بارجة فبيوقفها وبيرجعها. أما إذا لم يتصادف ذلك خلاص، خصوصا تسير المركب خصوصا بالمهاجرين، خصوصا لو بصينا على الخريطة المسافة ما بين الحدود الليبية والحدود الإيطالية واليونانية يعني بتوصل للجزر بسرعة بسيطة جدا. وكذلك من المغرب، انت من المغرب في الدار البيضاء اسبانيا شايفة من على الشط، شايفة الشط الثاني، يعني الموضوع لو لانش صغير بيعدوا الأفراد في جناح الليل وبيعدوا بالعشرات وبيوصلوا. فبالتالي موضوع اللي هو تحكم فيه من خلال البحر قد يكون مفيد، وقد يكون في أغلب الأحيان لا تنجح هذه البارجات من الوصول إلى هذه المراكب الصغيرة اللي قدرتها على المناورة، الاختفاء في الظلام، وحاجات كتيرة من هذا الشكل. ولكن هي المشكلة فعلا اللي بمجرد وصول هؤلاء الأفراد إلى الشواطئ الأوروبية سواء كانت إيطاليا أو اليونان،
فالمواجهة دلوقتي تتطلب تكلفة وعبء أكتر على الدول الأوروبية خوفا من إعادة انتشار مرض أو وباء كورونا من خلال هؤلاء الوافدين أو الواصلين إلى الشواطئ الأوروبية. ده من ناحية، ده بجانب أن هذه الدول لسه قايمة من أزمة اقتصادية كبيرة، وبالتالي الاقتصاد بتاعها هيلمو، هي دول اقتصاديه كبيره وهتنمو بسرعه، ولكن لا في الوقت الحالي في تباطؤ في الوقت الحالي ليس قادرا على مستوى العالم، ليس قادرا على استيعاب اعداد كثيره من المهاجرين غير الشرعيين في الوقت الحالي. هي الاشكاليه، يعني الاتحاد الاوروبي الذي فشل في التعاطي مع هذا الملف بشكل كبير، وصل في الامر انه احزاب رئيسيه زي حزب انجيلا ميركل خفض او يعني تخفض شعبيته، او شعبيته تخفضت لدى المواطن لما استقبلت عدد كبير وصل لاكثر من مليون لاجئ. الاشكاليه دي ما زالت قائمه باشكال متعدده مختلفه. هنروح نتابع اهم ردود الافعال الاوروبيه حول هذا الملف، ملف المهاجرين غير الشرعيين، ثم نعود لاستكمال هذا الحوار. أعود مباشرة إلى روما، وضيفي الثاني في هذه الحلقة السيد مهدي النمر، عضو رابطة الصحفيين الأجانب، أجدد التحية. باريس وروما في أول هذا الشهر، في أول أغسطس، عن طريق وزيري خارجية البلدين اتفقا على أنه يكون في قوة مشتركة داخل البحر المتوسط، وأنه هذا الاتفاق أو آلية تنفيذ هذا سيتم عرضه على اجتماعات وزراء داخلية الدول الأوروبية في بروكسل، يعني في مقدمة هذا الشتاء أو في شهر سبتمبر، في الخريف القادم، في شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر القادم. ولكن هذه الاتفاقية أو هذه الآلية الجديدة، هل تسير فرادة إيطاليا وفرنسا بعيدا عن بقية دول الاتحاد الأوروبي؟ في الحقيقة يعني حدث لبسا في هذا الصدد، كما بشأن بعثة أو مهمة إيريني، فمهمة إيريني يعني لا تدخل في مهامها على الإطلاق ملف الهجرة، وقد طلبت وصممت إيطاليا على ذلك يعني رسميا. مهمة إيريني وكل ما السفن التي توجد في عرض البحر عندما تلتقي أو تجد سفن على أو مراكب عليها مهاجرين وفق قانون البحار ملزمة بإنقاذهم. إيطاليا تطالب أن ألا تحمل هذه السفن المهاجرين المنقذين أو المنتشلين إلى شواطئها، وأن توزع على البلدان الأخرى. أما بالنسبة للاتفاق الفرنسي الإيطالي فهو يعني يختص بتسيير دوريات شرطية، لأن العام الماضي حصل نوع من يعني الخلافات وربما يعني التباسات، دخلت قوات شرطية فرنسية يعني تلاحق مهاجرين داخل الأراضي الإيطالية، وتم استدعاء السفراء. هذه المرة هناك اتفاق بين البلدين على أن يتم تسيير فرق شرطية على الأرض وليس في البحر. يعني إيطاليا وفرنسا حتى الآن لم تقرر تسيير، بالعكس إيطاليا هي التي يعني أنهت مهمة صوفيا والتي أنشأتها في بغرض محدد وهو إنقاذ المهاجرين في البحار. إيطاليا تعول بشكل رئيسي على قوات
ما تسميها الحرس قفر السواحل الليبية، وهم في الحقيقة عناصر مشتبهة مرتبطة بعناصر إرهابية وربما بتجارة البشر شخصيا، ويعني يتم تسليم أو يعني من المطلوب من المهام التي توليها إيطاليا إلى هذه القوات بدعم مالي وبمعدات وسفن إيطالية، إعادة المهاجرين إلى الأراضي الليبية تحت سلطة حكومة الوفاق، وهي في الحقيقة يعني تعيدهم أو تحتجزهم في معسكرات يعني غير إنسانية، وقد أثار ذلك جدلا واسعا في الرأي العام الإيطالي وفي البرلمان الإيطالي، وتسعى إيطاليا لهذا الغرض من تحسين هذه الاتفاقية على أن تقدم حكومة السراج ضمانات لحسن معاملة هؤلاء المهاجرين الذين يعادون إلى الأراضي الليبية. طيب هو سيد مهدي، لماذا فشلت من وجهة نظرك عملية صوفيا؟ لماذا أنهت إيطاليا هذه الآلية لإنقاذ المهاجرين في عرض البحر المتوسط؟ طبعا لأسباب سياسية داخلية، لقد يعني قامت عدة أحزاب وفي إيطاليا بالتحديد حزب اسمه رابطة الشمال على أساس أن يعني إيطاليا تتعرض إلى غزو من الهجرة، وبالتالي يعني هي ضد يعني وصول أي سفن تحمل مهاجرين. علمنا ووزير الخارجية الداخلية السابق اليوم يعني أصبح سيقدم إلى المحاكمة بتهمة احتجاز أفراد يعني بدون يعني استغلال السلطه. هذه كانت سياسه نوع من الى حد ما شعبويه، لم تؤدي نتيجه، الى حد ما استعراضيه، ولكن هي اثارت القضيه، والقضيه اصبحت مطروحه بشكل مختلف خاصه في ظل يعني جائحه كورونا التي اظهرت ملامح جديده ومهمه للهجره. تبين ان سوق العمل وخاصه في قطاعات مهمه كالزراعه تعرض للشلل بدون العمالة المهاجرة والموسمية، وبالتالي أوروبا مطلوب منها اليوم أن تعيد نظرة إلى يعني رؤية استراتيجية كاملة. هناك 8 دول رئيسية أعلنت عزمها على صياغة هذه الآلية أو المنهج أو الأبروتش الجديد الذي ينظم الهجرة، لأن الهجرة كما نعلم هي ظاهرة يعني عالمية لا يمكن إيقافها. هناك 270 مليون مهاجر حول العالم، هناك حوالي 36 مليون من اللاجئين يعني الذين يهاجرون أو يدعون أنهم يعني فارين من لأسباب إنسانية أو التعرض للخطر والاضطهاد. طيب أتحاول دكتور خالد، هل دول جنوب المتوسط لا تشعر بالدعم الكافي من شركائها الأوروبيين من بقية دول الاتحاد الأوروبي في الشمال في ملف أو في الدعم المطلوب في ملف الهجرة والمهاجرين؟ بالتأكيد الاتحاد الأوروبي لما عمل اتفاقية مع تركيا دفع فيها مبالغ طائلة جدا 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 ولم تؤتي أيضا ثمارها حتى الآن، وأصبحت ورقة ضغط من تركيا دائما ما تضغط بها على الدول الاتحاد الأوروبي، إذا ما كنتوش تنفذوا لي طلباتي أنا هفتح الباب للاجئين ليغزوا أوروبا بشكل كبير. كانت الأقرب إلى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي هي المغرب، ولكنها لم تحصل على نفس المميزات التي حصلت عليها تركيا. أما بقية دول الشمال الأفريقي لم كل ما أتى منها حتى الآن هي معونات بسيطة لا تستطيع التفي باستيعاب كل أعداد المهاجرين غير الشرعيين. والأسباب سياسية أبرموا هذه الاتفاقية التي يعانون منها الآن، وأنه تركيا ما التزمتش أو ما وفتش، هي لم تلتزم، وفي نفس الوقت الدول الشمال الأفريقي بتنظر اللي لم نحصل مثل ما حصلت عليه تركيا، رغم أن احنا عندنا أعداد كبيرة أيضا بتقدر تطلع من عندنا وتوصل لعندكم، خصوصا للمهاجرين من شمال أفريقيا، ليس كلهم من دول شمال أفريقيا، ده هم الممر لكل دول الداخل الأفريقي. يعني لو بصينا لما كانت مصر محطة لهذا الموضوع كان بيجينا منين؟ من الصومال وإريتريا وأثيوبيا وجنوب السودان والسودان، كل دول خطهم مصر، من ليبيا التشاد والنيجر ودول الصحراء الكبرى، كذلك من الدول الغرب الافريقي كلها كانت بتطلع على المغرب والجزائر. فبالتالي هذه الدول اللي في شمال افريقيا هي محطات لمهاجرين غير شرعيين من الجنوب او جايين من داخل القاره الافريقيه، بيوصلوا الى الساحل الشمالي، ثم على حسب الدوله اللي بيكونوا فيها ثم بيبداوا
اذا كانت امكانياتهم الماديه تساعدهم للخروج مباشره بيخرجوا، امكانياتهم الماديه لا تساعدهم بيستمروا بالعمل في القطاع الغير رسمي في هذه الدول الى فتره ما، الى ان يكونوا مدخرات ماليه تساعدهم على الدفع للمهربين لنقلهم الى الجنوب الاوروبي او الضفه الثانيه من البحر المتوسط. وبالتالي الاعداد ليست غالبيتها يعني اعاده الافراد، ليسوا يعني من يعود الى تونس او يعود الى مصر او ليبيا ليسوا كلهم مصريين، هم كانوا خرجوا من مصر ولكن لهم فيهم جنسيات اخرى كثيره. بدك لكم عبء كبير جدا على الدوله اذا بالضبط زي في شمال المتوسط، هم بيوصلوا للحدود اليونانيه او الايطاليه املا او طمعا في الوصول الى دول اخرى زي يدخلوا على المانيا مثلا. تيار اللجوء كان طالع من العراق وافغانستان وسوريا كان بيتجه الى تركيا ومن تركيا الى بولندا او اليونان، ثم ياخذ مساره الى الداخل سواء كان الى المانيا او من بولندا الى المجر ثم الى الداخل الغرب الاوروبي. الدول اكثر تقدما يعني هي الدول حتى في نوع من التزمت او التعامل الاجريسيف زي ما بقول يعني من دول شرق اوروبا، لا لا دول بطبيعتها اقتصادياتها لسه ناميه اخرى ومش قادره تستوعب مهاجرين، ثم ايه هم عارفين اللي هم محطه ترانزيت للمهاجر او اللاجئ لن يسعى للوجود في شرق اوروبا الشرقيه، هو يسعى الى الوصول الى اوروبا الغربيه بصفه اساسيه. وبالتالي كانت العبء عليهم ولم تكن هذه الدول تتلقى مساعدات من دول اوروبا الغربيه لايقاف هذه التيارات. وبالتالي كل الدول التي تعتبر مصادر لتيارات الهجره غير الشرعيه يجب ان تحصل على دعم مادي من دول الاتحاد الاوروبي بشكل كفء، ليس فقط لايقاف تيارات الهجره او عمل معسكرات او سياسه الارجاع. المفوضيه العليا لشؤون اللاجئين ولكن الدوليه اساسا دورها ايه يا دكتور؟ المفوضيه العليا لشؤون اللاجئين هي المفوضيه العليا لشؤون اللاجئين بتهتم اساسا بامور اللاجئين، يعني زي ما بيجوا عندنا الجماعه السوريين اللي بيجوا لاجئين من سوريا الى مصر، هي بتبدا تديهم بطاقه لاجئ ليها حقوق اللاجئ اللي تنص عليها قوانين يعني متابعتهم ان هم جوه الدوله دي متابعتهم وتقديم بعض المعونات او المساعدات ليهم او التسهيلات في التعليم في الخدمات الصحيه في خلافه في هذه الدول، لان مش كل الدول بتعمل ما تفعله مصر، يعني احنا عندنا بالعامل السوري والسوداني والدول العربي معامله المواطن المصري وحق الخدمات العلاجيه الاساسيه بالظبط كده، لكن في دول اخرى لا هذه الامور لازم يدفع مقابلها اللاجئ. فبتتولى هذه المنظمه المفوضيه العليا لشؤون اللاجئين باعطائه بطاقه تتولى هي الدفع بالنيابه العامه او الدعم او بالاتفاق مع حكومه الدوله بشكل ما او اخر. طيب هعود مره اخيره لضيفي في روما السيد مهدي النمر. سيد مهدي، اذا ايطاليا الان تبحث عن اليه لارجاع هؤلاء الذين هم على الحدود الايطاليه المهاجرين الاقتصاديين او الباحثين عن مورد رزق. طيب الجزء الاخر اللي من دول او قادم من دول بها صراعات او ما زال هناك عدم استقرار في الدول القادمين منه او منها، كيف تتعامل ايطاليا مع هؤلاء؟ هو ان القضيه هي قضيه اوروبيه، وانها عندما يصل المهاجر الى الاراضي الايطاليه فهو يصل الى الاراضي الاوروبيه، وبالتالي لابد من يعني منهج او عمل اوروبي مشترك. قضيه الفصل ما بين المهاجر يعني الاقتصادي والمهاجر يعني الباحث عن الحمايه، التصنيف الحقيقي ليس هو تصنيف الهجره غير الشرعيه ولكن الهجره غير النظاميه التي لا تمر عن طريق القنوات النظامية. هذا التمييز يتم في مراكز يعني تحديد الهوية ومنظمة يعني الهجرة ووكالة اللاجئين تقوم بتحصيل هذه الطلبات. هناك دول يعني ترفض أن يتم يعني تقديم هذه الطلبات على أراضيها لأن هناك اتفاقية دبلين وهي محل الخلاف تلزم الدولة التي تتلقى فيها طلب اللجوء أن تمنح اللجوء لمستحقين. إذن القضية مطروحة على الرئاسة الأوروبية. اليوم ألمانيا وهي دولة المؤسسة الرئيسية تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، والمطلوب يعني ألمانيا أبدت استعدادها وتفاهمها لضرورية اتخاذ موقف موحد أو مشترك لمعالجة
جذور القضيه، الجذور الاقتصاديه في جانب كبير منها، كما اشار ضيفك الكريم الى الجانب السياسي وهو الابتزاز، يعني جزء من زياده معدلات الهجره التي تاتي من ليبيا لا يستبعد ان تكون وراءها عمليه ابتزاز تركيا كما فعلت في يعني على حدودها مع اليونان. تركيا تستخدم المهاجرين للابتزاز الاوروبي، حصلت بالفعل على عده مليارات، من 6 مليارات يورو كانت وعدت بها لايواء او بالمعنى الاصح العملي لمنع وصول هؤلاء المهاجرين الى اوروبا. لكن الموقف في الدول الاخرى، دول الاصل او دول المنبع الاصل، هي ضروره توفير ظروف حياتيه وعمل لهؤلاء الشباب حتى يعني يجدوا ما يغنيهم عن السفر ومخاطره وما يتعرضون اليه، في خاصه النساء والصغار خلال رحله العبور والاخطر عبور الصحراء وعصابات التجار بالمهاجرين والبشر. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. السيد مهدي النمر عضو رابطة الصحفيين الأجانب، كنت معي مباشرة ومعنا من روما العاصمة الإيطالية. أعود للدكتور خالد حسن. دكتور خالد، يعني في إشكالية ما بين الدول الأوروبية واضحة جدا وظاهرة مع استمرار وجود حالات من عدم الاستقرار وصراعات في دولة زي ليبيا أو في سوريا، برضو لم تهدأ الأمور بشكل كامل. الجزئية اللي تحدث عنها السيد مهدي والمتعلقة بتركيا، هل يعني تلعب تركيا لعبة أخرى جديدة أو بثوب جديد مع الاتحاد الأوروبي في تصدير مهاجرين عبر ليبيا هذه المرة؟ والله مش بعيدة اللي بتقولي عليه حضرتك، أملا في توقيع مثلا اتفاقية بقى جديدة أو ابتزاز أوروبا بشكل أو بآخر؟ لا، هو وجود الوجود التركي الآن في ليبيا قد يفتح المجال لمزيد من تيارات الهجرة نتيجة عدم حماية الشواطئ. انت عارف ليبيا دلوقتي متقسمة جزئين، ما بعد سرت دوت في حكومة، وما قبل سرت او من الشرق من سرت ده تبع الجيش، وبالتالي الحدود غير آمنة لخروج المراكب، وبالتالي قد تستخدم هذه الورقة تركيا وحكومة الوفاق الموجودة هناك للضغط على أوروبا لتنفيذ تسهيلات بالنسبة لتركيا في هذه المنطقة. وأعتقد تركيا شاطرة قوي في اللعب في هذه النقطة مع دول الاتحاد الأوروبي، وبتعرف ازاي تلعبهم بنقطة المهاجرين. ولكن هو الرؤية المستقبلية إذا ما تطورت الأمور أكثر من ذلك في ليبيا ووصلت إلى مواجهة ما بين قوات الجيش وحكومة الوفاق، سوف تكون ليست الامر بس هو طيارات من المهاجرين غير الشرعيين، لا ده لاجئين ايضا، لان في ناس هتبقى غير امنه على الوجود من الليبيين نفسهم، غير امنين على حياتهم وزويهم من الوجود، وبالتالي قد تنشا طيارات من اللجوء من ليبيا الى دول اوروبا بنفس الوتيره اللي حصلت مع سوريا. بالظبط. وبالتالي طب في هذه الحاله هل الاتحاد الاوروبي مستعد لاعاده هذا المشهد، خصوصا مع وصول طيارات او احزاب يمينيه ترفض وجود الاجانب بشكل او باخر على اراضيها، على الاراضي الاوروبيه؟ الاتحاد الاوروبي قد يقول الورقه الوحيده اللي في ايديه هو ملء وصولهم الى الاراضي الاوروبيه. بس اذا وصلوا هؤلاء الافراد فالقانون اللاجئين وقواعد حماية اللاجئين تحكمه في هذه الحالة، ويجب على والدول الأوروبية يجب أن تنصاع إلى هذه القواعد لأنها واضحة موقعة على اتفاقيات حماية حقوق اللاجئين. فبالتالي إذا تفاقمت الأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية في بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تؤثر بإيجابية أكثر أو تدفع لمزيد من تيارات الهجرة غير الشرعية واللجوء في المستقبل إذا ما تطورت الأمور أكتر في ليبيا أو في سوريا أو في لبنان. والآن يعني لبنان برضو ده نموذج حديث ممكن أنه تطلع منه هجرة أو هجرة اقتصادية بقى في هذه الحالة، يعني مع هذا الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان قد نشهد موجات من الهجرة. يعني حتى من الدراسات الاجتماعية للمجتمع اللبناني غالبية الأسر تعتمد على التمويل اللي بيجي لها من أفرادها العاملين في أوروبا
بشكل اساسي يعني لما تخش هناك في اي اسره في دراسات الدخل والحاجات كده والانفاق في الاسر اللبنانيه، تلاقي ان المصدر الرئيسي للدخل عندهم هم افراد فرد من الاسره يعمل في دوله اخرى، افرادهم المهاجرين في دول اوروبيه هم اللي بيبعتوا لهم الفلوس اللي تمكنهم من الحياه والاستقرار. فاذا ما ازدادت الامور سوءا باكثر من هذا الشكل سوف تجد تيارات اخرى من الهجره غير الشرعيه من هذه الدوله الى اوروبا. اذا ما زادت الامور اكثر توترا في ليبيا سوف تجد هذا الموضوع يحصل موجات اخرى، ربما ده يبقى الموضوع الرئيسي في اجتماعات من اللجوء من ليبيا الى تونس الاقرب ليها، ومن ليبيا الى مصر الاقرب ليها من الشرق. يعني التوترات الامنيه وعدم الاستقرار الاقتصادي قد يدفع بمزيد من تيارات الهجره غير الشرعيه واللجوء في المنطقه اذا لم تستقر الامور او تحكم الامور بشكل اخر. نقطه اخيره اضيف لي ضيفنا الفاضل من روما انه فعلا التوجهات اللي المطلوب دلوقتي من الاتحاد الاوروبي الى دول شمال افريقيا ليس فقط مساعدات لانشاء مراكز ايواء وعدم خروج، لا، مساعدات تنمويه، اقامه وقوف هذه الدول الاقتصاد على ايديه ورجليه زي ما بنقول بالبلدي حتى يتمكن من خلق فرص عمل للشباب. وبالتالي كلما قلت التفاوتات في الدخل ومستويات المعيشه ما بين الجنوب المتوسط وشمال المتوسط كلما قلت تيارات الهجره. نعم. كلما زاد هذا التفاوت كلما زادت تيارات الهجره. هنا نتحدث عن ملف الدمج والاندماج داخل دول اوروبا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد حسن نائب رئيس الجمعيه المصريه لدراسات الهجره. شكرا لك جزيلا لحضرتك معنا. شكر دائما موصول لحضراتكم لمتابعه حلقات الاتجاه الشمال، اما انا التقي بكم الاسبوع القادم في ذات الموعد، الى اللقاء.